بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم نبداو الشابتر مهم بزاف اللي هو لي زاسيد اي لي باز. دونك بحال شفنا في لاتوميستيك باش نفهموا لا ستركتور اتوميك خدمنا لا لي موديل، موديل دو روترفور، خدمنا من بعد لا موديل دو بور، ومن بعد توصلنا لموديل كوانتيك اللي قلنا هو البلي كومباتيبل افيك لي ريزولتا اكسبيريمونط. نفس الامر غنديروه هنا غير هو مع واحد الاختلاف بسيط. دونك في لي زاسيد و لي باز كانوا من قديم كانوا لي تيوري كيحاولوا يفسروا لنا وبيعطيونا واحد ديفينيسيون اكزاكت ديال لي زاسيد و لي باز. دونك التيوري الاولى نخدموا عليها حنا هي تيوري داروينيس اللي دارت سنة 1887 باغ العالم الكبير اروينيس. دونك لي زاسيد و لي باز سولون اروينيس هما سون دي زونتيتي بوفون ليبيري ان بروتون اش بلس، هادوك هضروا على لي زاسيد، و لي باز هما لي زونتيتي لي بوفون ليبيري ان ايون هيدروكسيد لي هو او اش موان. مثلا سولون اروينيس ان او اش باز، علاش باز؟ لحقاش تقدر تليبيري ليا ان اب، تقدر تليبيري ليا واحد لاطوم ديال او اش موان. غير هي تيوري داروينيس فيها واحد المشاكل. دونك ناخدو واحد المشكل اون بريف، الا خدينا واحد الموليكول ديال لامونياك، من بعد علقاو بان هاد الموليكول ديال لامونياك عندها دي بروبيريتي بازيك. دونك هاد الموليكول ديال انا اشطر هو ديال لامونياك ميمكنلاش كاع تليبيري ليا او اش موان واخا هكاك هي اون باز. دونك تيوري داروينيس فيها بعض المشاكل، داكشي علاش مكنخدموش بيها حنا بزاف. دونك تيوري تانية حنا نخدمو عليها هي تيوري دو لويس، جات مع الموليكول دو لويس اللي كاينة في الليزون شيميك. دونك لا تيوري دو لويس كتقول لي ان اسيد هو ان اكسبتور دو دوبل دي سيليكتور. اش كيعني هذا؟ كيعني واحد، كيعني ان الاسيد هي واحد، هو واحد لاسباس شيميك عنده واحد دوبلي وبيه عنده واحد الكافيتي فيد تقدر تكابطي ليا واحد دوبلي دي سيليكتور. يعني مثلا موليكول بي اف 3، موليكول بي اف 3 غتشوفوها في الليزون شيميك عندها واحد لوربيتال فيد، هاد لوربيتال فيد يقدر يكابطي ليا واحد دوبلي ديال الزيليكترون. دونك كنقول بلي هذا راه اسيد لويس. ولا مثلا موليكول ال سي ال 3 عندها واحد الكافيتي فيد وبيان عندها واحد لوربيتال فيد، وبيان موليكول تي اي سي ال 4 تي عندها واحد لوربيتال فيد. دونك هادو كاملين سون دي اسيد لويس، و يون باز دو لويس هي واحد دونور دي دوبلي دي زيليكترون، هي واحد الموليكول عندها واحد دوبلي ليبر تقدر تفيكسيها في واحد الموليكول اخرى. دونك هذا هو يون باز دو لويس. دونك مثلا اون باز دو لويس هي مثلا ناخذ الموليكول اش 2 او عندها دو دوبلي ليبر يقدروا تفيكسوا في بلاصه اخرى. ولا مثلا الموليكول ليتان اوكسجين ليتان هذا كيتسمى ليتر عنده دو دوبلي ليبر يقدروا تفيكسوا في بلاصه اخرى. دونك هادو كاملين سون دي باز. ولا مثلا الموليكول ديال الامونياك تي عندها دوبلي ليبر تقدر تفيكسها بلاصه اخرى. دونك هادو كاملين سون دي باز دو لويس. دونك الموديل الثالث اللي نهضروا عليه حنا هو لي زاسيد لو باز سولون برونشتاد اللي درت هو في نفس العام مع تيرو دو لويس هو سنة 1923. دونك ان اسيد سولون برونشيد هو واحد لاسباس شيميك كي رياجي اون سيدون ان بروتون اش بلس. اون بغيف ان اسيد هو واحد دونور دو اش بلس، يعني واحد موليكول تقدر تليبيري ليا واحد اش بلس. اون باز هي واحد الموليكول، دونك سولون، دونك اون باز سولون برونشيد هي واحد الموليكول تقدر تفيكسي ليا واحد بروتون اش بلس. يعني اون باس هي اكسبتور دو اش بلس، واحد موليكول تقدر تفيكسي ليا واحد اش بلس باش فورمي لي واحد موليكول اخرى. دونك هذا نقول بلي انا راه اون باس. ناخذ واحد المثال ديال الاسيد، مثلا الاسيد سيندريك اش سي ان، هذا اسيد يقدر يليبيري اش بلس، نقول بلي ان هذا راه اسيد. ولا مثلا موليكول اخرى، مثال اخر بالنسبه لي باز هو الهيدروكسيد. الهيدروكسيد الموليكول ديال الهيدروكسيد واش موان تقدر تكابطي ليا اش بلس وتفورمي ليا اش 12. قول بلي انا موليكول ديال واش موان راه موليكول راه باز. دونك ديفينيسيون اللي كنعتمدو عليها حنا في شيمون سوليسيون هو ديفينيسيون ديال برونشيت. ديفينيسيون ديال لويس ما كنعتمدوش عليه بزاف لحقاش في بعض المشاكل، وغير هو كنطبقو في بعض الحالات. مثلا ملي تقراو من بعد الشيمون اورغانيك غتركزو بزاف على لي زاسيد لويس. دونك لي غتبقى تسميهم من بعد لي زيليكتروفيل، لي زيليكتروفيل هما لي زاسيد لويس. دونك هذا موضوع اخر، حنا اللي كيهمنا ونعرفو شنو هو اناسيد وين باس. دونك ديفينيسيون بلي بروش لا رياليتي هو ديفينيسيون دو برونشيد اللي كيقول لي بان واحد لاسيد هو واحد الكروبمون دونور دو اش بلس، و اون باز هي واحد الكروبمون اكسبتور دو اش بلس. دونك حاولوا تعقلوا على جوج ديال لي ديفينيسيون لحقاش نحتاجوهم بزاف. دونك كيف ما قلت لكم قبيله بانه ان اسيد هي واحد الموليكول تقدر تليبيري ليا واحد البروتون اش بلس صونو لا رياكسيون سويفون، و اون باز هي واحد الموليكول تقدر تكابطي ليا واحد اش بلس وتفورمي ليا واحد الموليكول اخرى.
دونك الا جينا نشوفوا هاد الامور بطريقه اخرى، انه الا مشى لي رياكسيون في هاد الجي غيكون عندي اش اسيد، يعني لحقاش لي بيري ليا اش بلس، ولا مشى لي رياكسيون في هاد الجي ا موا يكابطي ليا اش بلس اي فورمي لي واحد موليكول، دونك ا موا يكون باز. يعني بطريقه اخرى كل اسيد راه عنده واحد الباز كوبلي معاه، وبيا كتسمى بلا باز كونجيك، وكل باز عندها واحد لاسيد كوبلي معاه كتسمى لاسيد كونجيكي ديالها. يعني شاك رياكسيون هذا كيسمى رياكسيون اسيدو بازيك، يعني شاك رياكسيون اسيدو بازيك كيتميز بواحد الكوبل اسيدو بازيك يا اش اموا. هذا كيكون على اليسار كنديرو حنا اسيد، وهذا اللي على اليمين كنديرو اون باز. مثلا الا خدينا حنا واحد المثال ديال لاسيد اسيتيك سي اش 3 سي او 2 اش، هذا لاسيد نخدمو به بزاف. دونك هذا يقدر ليبيري ليا واحد البروتون اش بلس في هاد الرياكسيون، ولا باش الرياكسو في الجهه الاخرى هاد الباز عتكابطي لي واحد اش بلس غتفورمي ليا لاسيد. دونك هذا ايكليبر اسيدو بازيك، دونك الكوبل اسيدو بازيك ديالي سي اش 3 سي او 2 اش سي اش 3 سي او 2 موان. دونك ناخذ مثال اخر اللي هو دا لاسيد سلفيريك اش 2 اس او 4. دونك هاد لاسيد هو اسيد خطير بزاف، الا خدمتو في لي لابوراتوار غتعرفو المضاد ديال الخطوره ديال هاد لاسيد. دونك هاد لاسيد يقدر يليبيري ليا واحد اش بلس، ويقدر هاد الموليكول تكابطي ليا عاوتاني اش بلس وتفورمي ليا لاسيد. دونك هذا هو لاسيد ديالي وهذا هو الباز ديالي. دونك هادي هي الكوبل اسيدو بازيك. هنا واحد ملاحظه اخرى، هاد الانو هاد اش دو اس او 4 يقدر يليبيري ليا في الاول بروتون اش بلس، والرياكسيون قدر يزيد الجهه الاخرى، وهاد الموليكول تعاود ليبيري ليا اش بلس اخر. يعني انه هاد لاسيد اللي في الاول يقدر يليبيري ليا جوج ديال لي بروتون اش بلس، هادو هما اللي كيتسموا بلي دي اسيد. كنعقل في واحد العام في واحد الكونكور ديال الماستر ديال السيونس دي ماتيريو، كان اول سؤال كيتحط في لونتروتيان ديال الماستر هو ديفينير شنو هو اندي اسيد. دونك اندي اسيد هي واحد الموليكول تقدر تليبيري ليا دو بروتون اش بلس، هادو كاركتير اسيد، مثلا اش 2 اس او 4 ولا مثلا اش 2 سي او 3 اسيد كربونيك، حتى هذا كيتعتبر دي اسيد. دونك ناخذ مثال اخر اللي هو ان اش 4 بلس. دونك ان اش 4 بلس اللي هو لامونيوم، دونك هذا اسيد يقدر ليبيري ليا بروتون اش بلس سون لا رياكسيون سويفون، دونك لامونياك بلس اش بلس، وبيتقدر لامونياك تكابطي ليا اش بلس وتفورمي ليا لامونيوم عاوتاني. دونك هذا هو لاسيد ديالي وهذا هو لاباز ديالي. دونك كوبل اسيدو بازيك ديالي كتكتب على شكل ان اش 4 بلس ان اش 3 بلس. دونك هادو هما لي كوبل اسيدو بازيك. دونك بالنسبة لي نوسون دان فوتيغ، دونك ان فوتيغ هو واحد لاسباس شيميك يقدر يلعب في واحد كوبل اسيدو بازيك دور ديال الاسيد، وفي كوبل اخرى دور ديون باز. بحال المثال شنا حنا قبيلة موليكول اش 2 اس او 4، قلنا بلي ان الموليكول اش 2 اس او 4 تقدر تليبيري ليا واحد البروتون اش بلس وتعطيني واحد موليكول اش اس او 4 موان بلس اش بلس، وهاد الرياكسيون قدر يزيد يفورمي ليا اس او 4 عفوا اس او 4 دو موا بلس اش بلس اخر. دونك هنا الى نجي نشوفو بواحد الطريقه، دونك بالنسبه لهاد الرياكسيون عندي انا هنا، عندي انا الكوبل اسيدو بازيك ديالي هي اش 2 اس او 4 اش اس او 4 موا، وبالنسبه للرياكسيون اللي عندي انا هنا يعني ما بين هذا وما بين هاد الجوج، دونك عندي انا الكوبل اللي عندي اسيدو بازيك هنا هي اش اس او 4 موا اس او 4 دو موا، يعني عندي لاسبيس اش اس او 4 موا هو لاسيد و ليون سولفات هي لاباز ديالي. دونك الى جينا نشوفو واحد الطريقة اخرى، هنا عندي انا لاباز ديالي هي اش اس او 4 موا، وهنا لاسيد ديالي هو اش اس او 4 موا، يعني هاد لاسبيس لعب ليا في واحد الكوبل الدور ديال الباز وفي واحد الكوبل الدور ديال لاسيد، هادو اللي كنسمي انا انفوتي. ناخدو مثال اخر اللي هي الموليكول اش 12، دونك موليكول ديال اش 12 تقدر تلعب ليا الدور ديال لاسيد وبيا الدور ديال باز في كوبل اش 3 بلس اش 12 فوالا. دونك اش 3 بلس يقدر يفورمي ليا اش 12 بلس اش بلس، ولا عندي اش 12 كوبل اش 12 واش موان، يعني اش 12 تقدر تكابطي ليا وبيا اش 12 تقدر تليبيري ليا واحد البروتون وتفورمي ليا واش موان. دونك لاحظتوا هنا بان موليكول داش 12 كتلعب الدور ديال انا سيت، وفي حاله اخرى الدور ديال اون باس. دونك هذا مثال اخر ديال انفوتيغ. دونك انفوتيغ هي واحد لاسبيس شيمي كيقدر يلعب لي الدور ديال الاسيد في واحد الكوبل، كوبل اخرى يقدر يلعب لي الدور ديال اون باس. دونك بالنسبه للنوسيون اخر اللي نهضر عليه هو واحد النوسيون مهم اللي هو لو رول دو سول. لو رول دو سولفون ديجا هضرنا عليه في فيديوهات السابقين، غير هاد المره نهضروا عليه في الدور ديال بالنسبه لي زاسيد لي كوبل اسيدو بازيك.
دونك حنا قلنا بلي انه اناسيد هي واحد الموليكول تقدر تليبيري ليا واحد البروتون اتش بلس، وان باز هي واحد الموليكول تقدر تكابطي ليا واحد البروتون اتش بلس. دونك باش هاد لاسيد يليبيري ليا واحد البروتون اتش بلس خاصني كيف ما قلت لك ناقص نهرس هاد الليزون. يعني باش نهرس هاد الليزون بحال اللي كنا في الفيديو ديال الفيديو السابق ديال لوغو دو سولفون، يعني خاصني واحد الموليكول تدخل ما بين ا و اتش باش تهرس هاد الليزون، وهاد الموليكول هي السولفون ديالي. يعني باش هاد لاسيد ليبيري ليا واحد البروتون اتش بلس خاص يكون هاد الرياكسيون عندي كامل في واحد الميليو اللي كيتسمى هو السولفون. يعني السولفون ضروري في لي رياكسيون اسيدو باسيك. داكشي علاش قلت لكم داك النهار بالنسبه للفيديو ديال غول دو سولفون ان السولفون يكون عنده واحد الدور كبير بالنسبه لي رياكسيون اسيدو باسيك باش يتليبيري هاد البروتون اتش بلس. يعني باش نفرق انا هاد ا على اتش خاصني السولفون ضروري، ومن بعد غنشوف ان الرياكسيون اسيدو بازيك ما بين لي كوبل ضروري خاص يكون عندي بريزونس دو سولفون غادي ترى هاد الرياكسيون.